مساكم الله بالخير يا شباب، شلونكم؟ عساكم بخير. انا قاعد اصور لين من ميكروفون مختلف، ان شاء الله عاد يكون كويس. هذا ميكروفون اخذه وياي في السفرات، يعني صغير هو ينحط على الكاميرا. بنكمل نسم علينا الهواء السطرين الثانيين، هتشوفونهم ان شاء الله. لكن اقول لكم قبل، يعني التمارين هذه قبل ما ندخل التمارين، ارسلوا لي شباب فيديوهات، والله ما شاء الله، والله جبوني صراحه، يعني ممكن الكلام فاد الاسبوع الماضي. ترى كلام من المحبه يا شباب، يعني حرام الواحد يقعد يطالع ويتابع في التويتر او يتابع او يشتري كتب او يسافر ويشتري العود بذاك الحساب واوتار، وتلاقيه مشترك في كذا صفحه من صفحات الفيسبوك، على في الفيسبوك فيها موسيقى وكذا، وبعد سنتين ثلاثة تشوفها ما سوى شيء. يعني هذا اللي أنا شفته في الواقع، يعني فمجرد 20 دقيقة إلى ساعة يعني اهتمام شوية، حيلاقي نفسه بعد سنة أو سنتين يعني سوى شيء كثير. يعني في ناس طالع الفيديو خلاص، حضرت الفيديو خلاص ما في مشكلة، يقعد يسوي بعدين من راسه. يعني انا ذاك اليوم اتذكر ويا احد الاصدقاء، اقول له سو سلالم، رحت شوي ورجعت غير السلالم، يعني 10 دقائق ما كمل على السلالم، 10 دقائق ما كمل. السلالم مهمة كثير كثير، يعني احنا اخذنا فيها تمارين واجد، يعني تمارين كثير على السلالم، فتمرنا على السلالم تمارين التريل والفيبراتو والتكنيك وذولا بناخذهم يعني، بس شوي شوي. الشباب الله يخليهم كل واحد يفكر ان انا اسوي درس لوحده، يعني هذه دوره ان شاء الله، ورش هذه مستمره ان شاء الله لغايه سنه. مع الوقت راح امر انا على التريلات وعلى الفبرات وعلى التكنيك، على الساحب، على الشفتنج، تغيير الاصابع، كيف شوي شوي احنا خلينا نركز على النوتة الموسيقية الحين، لأن النوتة هي اللي هتبقى معاك. يعني أنت بعد السنة هذه راح خلاص تمسك أي كتاب وتمسك أي قطعة موسيقية وتعزفها. يعني في شيء بخصوص النوتة الموسيقية، النوتة الموسيقية ما هي كل شيء يا شباب، يعني الحس لازم يدخل زي ما قلنا، نتعلم من النوتة شوي. في بعض النوت فيها أغلاط إبلاغية، في بعض النوت ما فيها الإحساس مال القطعة الموسيقية، فانت خذ الجايد على قولتهم، يعني خذ اللي تبغاه من النوته وضيف احساسك واسمع القطعه الموسيقيه. يعني نسم علينا الهوى الحين احنا اخذناها، المفروض الشباب سمعوها يعني مو اقل من 20 مره، مو اقل من 20 مره. هذا اللي يبقى يعزفها، يعني انا بعض التمارين اللي اسويها لكم انا ما اعزفها صراحه، لاني انا عندي قطع ثانيه قاعد اعزفها يعني غير، لكن هذه احسها جميله ومفيده لكم، عشان كذا انا اطلعها. فتمارين السلالم شباب، تمارين السلالم مهمه كثير. يعني تو احد الاصدقاء في تويتر ارسل لي يقول انه استفاد من التمارين الاحمائيه، هي تمارين السلالم اللي احنا نتكلم عنها يعني دائما كل يوم. اليوم بسوي التمرين انا بالبيانو او بالاورج، لان العود توني مغير الاوتار انا، ومش كويس تدرون الدوزار ومش عارف شنو، بيتغير الدوزان. بنبتدي من السطر، من السطرين اللي شو اسمها اللي عليهم سينيو، هذولا اللي هم سطرين الغنى. زي ما قلنا ناخذهم شوي شوي، نفكهم شوي شوي، راح يكونون هنا ان شاء الله. خلنا ابعد هذه شوي عشان اقدر احط البتاع. فيقول اول شيء السطر الاول شو يقول؟ 4 ريالات كاملين، شوف ريالات كاملين، تا 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 تا، ريالات كاملين ما فيهم شيء. المزوره الثانيه تا 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 تا، 4 ريالات كاملين، يعني داون 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 داون، كله داون. السرعه حناخذها 90 يا شباب، السرعه حتكون خليها 95 شوية، ألد شوية مع العزف، اللي يحسها سريعة يبطئ زي ما قلنا، بعدين يسرع. يعني البطء، يعني احنا لو اخذنا قطعة في 80 لا تستمر عليها في 80، انت مع الوقت تحس في الزمن مالها، يعني
يعني مو معقول الواحد يقول الناس سامحة علينا، مش معقولة. فشوي شوي يسرع هو، بس لين يثبت، لين يذل ذربة. فنقول المزمرة الأولى شو تقول؟ تقول لا سي لا صول، لا سي لا صول. قلنا السي بيمول حتكون بالثاني طبعا، السلم تخطوه خلاص، يعني مش محتاج أقول لكم سي بيمول ولا. فلا سي لا صول تا 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 مع المترنوم. شو يقول؟ 1 2 3 4 تا 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 تا. خلنا نبطل شوي، خليها 90 تا تا، بعد خليها 85 عشان تحسنوا وياي. تا 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 صول لا سي لا صول لا سي لا صول لا سي لا صول لا سي لا صول. المزورة الثانية نفس الشيء، يعني شوف احنا خلصنا مزورتين في تمرين واحد، فنفس الشيء المزورة الثانية لا سي لا صول تا تا، يعني اللي بالعود، اللي بالعود انا لو صار شو بالضبط، يعني لا لا سي لا صول لا سي لا صول. ف داون داون، كل الريش حتكون داون داون. في المزورة الثالثة يقول في عندك ريالين كاملين بعدين نصين نصين، فيقول نفس الشيء، شوف نفس الجزء الأول لا سي دو ري ري دو دو ري ري دو دو ري ري دو. والله تو قاعد من نوم الواحد الصوت رايح. ف لا سي دو ري ري دو دو ري ري دو لو تتي 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 تتي. ف لا سي دو ري ري دو لا سي دو ري ري دو. شوفوا 2 3 4 لا سي لا سي دو ري 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 لا سي 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 لا دو سي سي لا لا تو. So دو سي دو دو سي سي لا دو سي سي لا لا تو دو سي سي لا لا تو دو سي سي لا لا تو. 3 4 دو سي سي لا لا تو دو سي سي لا لا تو دو سي سي لا لا تو دو سي سي لا تو. بنحاول نعزفها مع بعض كل الاربع الموازير، احنا ناخذ موازير بسيطه، يعني كل في التمرين الماضي سوينا 8 موازير وهنا 8 موازير. فنفكها اول شيء من غير العود، نتخيلها مع المترونوم، نشغل المترونوم. المترونوم مهم يا شباب تمشون معاه. ارسل لي احد الاصدقاء فيديو ماشي كويس لكن مش مع المترونوم، يعني عشان كذا طلعت عنده مشكلة يقول لي بعدين. فامشي مع المترونوم يومين ثلاثة بعدين حط المزاج اللي انت بتسوي، او في البداية تفك القطعة بالمترونوم يعني، وبعدين تطلعها بمزاجك يعني. فشي يقول من البداية 1 2 3 4 لا سي لا صول لا سي لا صول لا سي مع المترونوم. شو لا سي لا صول لا سي تتي 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 تاتو لا سي لا صول لا سي لا صول لا سي تتي 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 تا. في العزف في الشباب
مع كل بداية مزورة زي ما قلنا ناخذ شوية ضبط، بام 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 بام. هنا في ضغطين، في ضغط في الأول وفي الثالثة، في العد الأول والثاني، يعني في الريال الأول والريال الثالث في ضبط، تارا 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 تارا، عشان يبين الهنك يسمونه في الموسيقى، ويبين الإيقاع في الموسيقى. تارا تارا تا، يعني بالعود أنا ما أعرف يعني، لا شو. المزورة الثالثة فيها التتي، بتكون الدوري لي، لا سي، عندنا هنا لا دوري دوري داون اب، دوري 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 ري دو، دوري ري دو، يعني خلاص داون اب، التتي داون اب، تتي تتي. فمن كثر ما قلناها الحين خلاص يعني المفروض انفهمت. فلا سي تتي 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 تاتو تتي تتي تاتو، داون اب داون اب داتو، داون اب داون اب لاتو، داون اب داون اب لاتو. خلنا نسوي نقول قرار. فهذا السطر الأول سويناه، يعني أنا قاعد أختصر لأن يعني 9 دروس أو 9 فيديوهات، يعني أتوقع خلاص يعني فهمتوا كثير يعني من الموضوع ده. شباب ترى أرسلوا لي إياها كاملة ما شاء الله عليهم يعني. فنعيدها مرة ثانية مع المترنوم، 1 2 3 4. بعدين للسطر الثاني، مزورة رقم 4، مزورة رقم 5، تقول لا صول لا سي تاتي 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 تا تا تاتي تاتي تا تا تاتي تاتي تا تا، لا سي لا صول، لا لا صول لا سي لا سي لا صول. وال نوم، معلش اعذروني شباب لسه قاعد من النوم في الصوت شويه. فلا سي لا صول لا سي لا صول لا سي صول فا، لا سي لا صول لا سي صول فا، لا صول لا سي صول فا، مع المترونوم 1 2. فكوها شوي شوي زي ما قلنا بالمترونوم، مهم يعني مهم تعرف ان وين مشى الايقاع، وين قاعد يمشي مع تتي تتي تا تا تتي تتي تا تا تتي 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 تا، مهم يمشي. المزورة السابعة تقول نفس الشيء، شوفوا تتي 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 تا، كانها سلسلة المزلة السابعة والثامنة سويت أنا. ف صول فا فا مي مي ري ري دو دو سي سي لا لا، يعني أخذ نوتة والنوتة اللي بعدها
أعادها يعني. ف صول فا فا مي شو تاتي تاتي صول فا فا مي مي ري ري دو دو سي سي لا لا، يعني تحفظه بسرعة دي. ف صول لا صول فا فا مي مي ري ري دو دو سي سي لا لا، كل نغمة بدأ بالنغمة اللي تحتها. صول فا فا مي صول فا فا مي فا مي فا ري دو دو سي سي لا لا مع المترنوم. فإذا طلعناها يعني ما بتاخذ من الموضوع، ما بياخذ 10 دقائق إلى ربع ساعة يعني، وخاصة احنا أخذنا 9 فيديوهات الآن يعني. فالأشياء هذه بسيطة يعني، حتى على العود بسيطة يعني، ما فيها صعوبة واجد. فعشر دقائق نطلعها بالنوتة، نفهم وين التتي وين التا وين المترونوم قاعد يمشي. مترونوم يا شباب، مترونوم. بعدين نبتدي نجيب العود ونعزفها مع العود، نعزفها موسيقيا في البداية، بعدين نركب عليها الغنى. طبعا نكون سامعينها حنا واللحن في اذننا يعني. تسوي قطعة اللي انت سامعها 20 مرة يعني، ونسم علينا الهوى كثير غنوها يعني، واحنا كثير سمعناها يعني. فبعدين نبتدي نحط الغنى، وبرضه الغنى نبتدي نسويه شوي شوي يعني من غير مترونوم في البداية، بعدين نحط المترونوم. احنا خلاص يعني طلعناها وعزفناها بالمترونوم وسوينا كل شيء مع سرعة بطيئة. نبتدي بعدين بعد ما نتمرن عليها يوم او يومين من غير غنى، نتمرن من غير غنى، بعدين نمسك الغنى نكون منزلينه ونتابع مع الغنى. تقول المزورة الأولى: نسم علي بالهوى، شوف نسم علي بالهوى، لا نسم علي بالهوى، نسم علينا الهوى، كذا تطلع الأغنية. نسم علينا الهوى، نسم علينا الهوى، مع المترنوم. عبد الواحد بيغني عالي يعني. 2 3 4 نسم علينا الهوى، نسم علينا الهوى. هذا اخذنا مزورتين، باقي من مفرق الوادي. اوه شوف، من مفرق الوادي، من مفرق الوادي، تا 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 تا، من مفرق الوادي، من مفرق الوادي. شوف من غير مترنوم طلع الجمل شوي شوي من غير مترنوم. بعدين نحط، طبعا احنا معزفينها بالمترنوم زي ما قلنا يا شباب، يومين 3 ايام بالمترنوم. بعدين نحط الاغنيه يعني ممكن مع انفسنا نغني بيها. ف مع المترنوم الان 2 3 4 من مفرق الوادي، من مفرق نتمرن على الغنى، نحس بالمترونوم يا شباب، لازم نحس بالمترونوم. كيف دخلنا المزورة الأولى، كيف دخلنا طلعنا منها، كيف دخلنا المزورة الثانية، كلامنا وين مع المترونوم يعني،
1 2 3 4 من مفرح الوادي من مفرح الوادي من مفرح الوادي نسم علينا الهوى من مفرح في الغنى في 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 تفتي في المزورة الرابعة فهو في لا تو لا تو ف تا تو هو في الغنى يسوونها زي اللزمة زي اللزمة من أفراح الوادي تريدن 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 فهي حلية يعني هي حلية ما هي يعني تجيبها أو ما تجيبها هي حلية يعني سيدة فيروز تظل تقول تو لكن هم الفرقة يقولونها تريدات سولا سيدو لا سولا سيلا سولا سيلا المسيلة راح تاخذها من زمن لا يعني لا تو راح تخلي لا ون وتحط الحليه هذه اللي هي المسيلة المسيلة يعني شو نسم علينا الهوى من مفرق الوادي لا اخذت واحد بدل لا اثنين اخذت واحد تنحط الحليه جربوا فيها الحليه سويناها الحين سوينا السطر الاول حنروح حق السطر الثاني زي ما قلنا في البدايه من غير مترونوم شوي شوي نفك الجمله شو تقول تتي تتي تا تا يا هوا يا هوا يا هوا ليل هوا يا هوا ليل هوا مزورتين قصدي شبكتهم مع بعض عشان الأغنية مع بعض جايين فمع المترونوم 2 3 4 هوا للهوا يا هوا للهوا يا هوا للهوا يا فشوي شوي لا تستعجلون يعني القطعة تأخذ منكم نص ساعة ما هي مشكلة ومع الوقت راح تقل الوقت راح يقل يعني القطعة اللي كانت تأخذ عندك ساعة أو يوم أو يومين راح تقل 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 راح تطلع يعني بعدين في دقائق بعدين مزورة السابعة والثامنة نفس الشيء خدني على بلادي خدني على بلادي خدني على بلادي مع المترنوم 1 2 3 4 خدني على بلادي خدني على بلادي خدني على بلادي تتي تتي احنا طلعناها الحين في السرعة في السرعة اللي طلعنا فيها 85 اذا طلعناها اذا طلعت الاغنية ومشينا فيها يعني ابو 10 دقائق ربع ساعة وحسينا انه والله خلاص يعني اكتملت الامور وجبناها كويس يعني نبتدي نسرع
نفس الشيء في السلالم يا شباب، انت سويت السلم على سرعة 60، انا كنت ابدي وياكم 60، فانت بتجي 60 بعد يومين ثلاثة، اسف بعد يومين ثلاثة الى اسبوع الى ان اتقنت المكان، ارفع 70 يعني ما في مشكلة، ارفع يعني بتجي 60 ومع التمرين، يعني فرضا التمرين عندك مال السلالم 20 دقيقة، خلي الخمس دقائق الاولى 60، الخمس دقائق الثانية 70، 80، 90، كذا تقوى اليد، تقوى الأصابع كذا، وتقوى والسرعة تصير سرعة، بس أهم شيء ما تروح للسرعات المتقدمة لأنك قاعد تسمع نفسك، مهم الواحد إنه يسمع نفسه. سويناها الآن، نسويها الحين في السرعة 90، 1 2 3 4 نسمع عليك من الهوى هذه 90، اسمعوها واسمعوا الإيقاع فيها، يعني هذه ممكن الأغنية تطلع على الإيقاع البلدي، بعد ما تطلعونها تسوونها على الإيقاع البلدي، يعني الإيقاع البلدي مع سرعة، مع سرعة 90 أو 95 هتكون حلوة، يعني هي في 110 وفوق، ابتدوا فيها في التسعينات، لا تستعجلون يا شباب، يعني الايقاع البلدي، نشق الايقاع البلدي هنا ونشوف شو يصير، هذا الايقاع البلدي هو نفسه شو الزمن 1 2 3 4 1 2 3 4 استمروا عليها الشباب، وانا راح اكمل فيها لين رمضان، رمضان راح نوقف، تعرفين الشباب نوقف شوية، يعني انا بوقف رمضان شوية، يعني بوقف تمارين الورش، يعني انا اعزف في رمضان، نبتدي عليها الاسبوع الجاي، اتمنى خلاص يعني القطع اللي باقي في القطعة الموسيقية سهل جدا، يعني نفس اللي فوق اللي قلناه فوق، ونفس بعض الشغلات اللي خذناها في التمارين الثانية أو في القطاع الثانية، فسووه عشان الأسبوع الجاي أنا راح أعلمكم الإيقاع، كيف نمشي الأغنية مع الإيقاع اللي مسكنا البلدي هذا، جربوا فيها مع الإيقاع، في الآن تطبيقات فيها إيقاع، أو اللي عنده أورج يشغل البلدي ويمشي فيها بالإيقاع، يعني جرب بالإيقاع، أول شيء طلعها بالمترونوم يعيشها بالمترونوم يومين ثلاثة، بعدين يجرب الإيقاع، يعني يبتدي يشغل الإيقاع ويغني معاها من غير العود، يعني يشغل الإيقاع تتي تتي تا تا تتي تتي تا تا تتي 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 تا تو تتي تتي تا تو Yeah.
يمسك العود يجربها. الشباب اللي خليهم ما يمسون مع الإيقاع كويس، هذه حاجة. أول شيء المترونوم ما كان كويس، إذا ما مشيت مع الإيقاع كويس أعرف أن مترونومك مش كويس، هذا الشيء. شيء ثاني، مسكت العود وحاولت تجرب أنك تعزف الأغنية والإيقاع شغال من أول مرة، لا، عط نفسك فرصة، عط نفسك 10 دقائق كذا اللي قلناه من الساعة اللي هو تتي تتي تا، حس بالإيقاع تتي تتي تا تا تتي تتي تا تا تتي 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 تتي، يعني حس بالضغوط الموجودة في الإيقاع بالدم وبالتك. راح أعطيكم إياها إن شاء الله الأسبوع الجاي. راح نقسم الإيقاع، الإيقاع نفس الشيء في تفاعيل، إيقاع دم دم تك تك للدم، هذه الدم والتك هذه فيها تفاعيل، وهي مقسمة أربعة ريالات، فنسوي إسقاط على الـ4 ريالات اللي عندنا في النوارات، الـ4 نوارات أو 4 تفاعيل الموجودة في النوتة، نسوي إسقاط عليها بالإيقاع. يعني إذا صار الإيقاع 4 على 4، أحيانا تأخذ إيقاع ثاني وتركب عليها. في بعض الفرق الموسيقية لو شايفينها يجيبون إيقاعات غربية ويحطونها على الإيقاع على أغنية عربية، هي مزاج، يعني غير المزاج انه ركب، جاب ايقاع غربي وركبه ويجي، وما يجي يجي يتغير الطعم، يصير الطعم يتغير، ولا يجي هو 4 على 4 وهذا 4 على 4 والقطعة 4 على 4 احنا سويناها. فممكن ياخذ ويركب، يعني ممكن حتى تركب ايقاعات خليجية، بوريكم انا الحين، يعني ما جربتها بس نشوف شلون يصير، نشوف شلون يصير نشوف. هذا إيقاع خليجي. السماء علينا الهوى من نفر الوادي، يا هوى دخل هوى عدني عالم لادي. خليجي 4 على 4، يعني هو مش هو يعني، بس أنا ركبته. فهي إسقاط إيقاع طبعا حلو يجي مع 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 قطعة ما أو أغنية ما، وإيقاع لا ما يركب، يعني مستحيل أنا قد أعزف الأغنية تنسم علينا الهواء بالإيقاع الخليجي ولا حط خبيت، يعني ممكن وناسة في قاعدة، لكن الطعم يتغير يعني. فتمرنوا عليها، شدوا حيلكم يا شباب، يعني زي ما قلت لكم قبل ما تتمرنون أي قطعة موسيقية أو أي شيء، السلالم يا شباب والله راح تحسون بفرق السلالم، يعني السلالم مهمة مهمة كثير. يعني ابتدوا الآن الحين سلالم، إن شاء الله بعد رمضان نبتدي في التفاتيفي، احنا راح نكمل على هذه لين رمضان، راح نبتدي بعد هذه في التفاتيفي. يعني أنا قاعد أختصر عليكم، يعني هي مو منهج دراسي، لكن يعني أحس إن الآن تتي والتاء أخذت حقها، يعني سوينا 4 تمارين، قصدي 4 قطع تقريبا، 4 قطع، 4 قطع في التاء والتتي، يعني أخذت حقها. المفروض الشباب يعني راجعوا عليها، راجعوا 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 كثير. بعد رمضان راح نبتدي بالتفتيفي والتفاتي، تفتي تفتي اللي بعدين راح تفهمونها إن شاء الله. بالتوفيق يا شباب، وياريت برضو إذا حد سواها وعزفها وممكن يقدر يسجل يرسل لي، نبي نشوف، يعني احنا نتجاوب مع بعض يا شباب. التوفيق ان شاء الله يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. معليش انا تاخرت، كنت قاعد من النوم، فامان الله.